ايه انت معفن؟ تبي وش ابي؟ ايه انت استريح استريح مكانك اقول اقعد. يلا الخير، وش هالمصيبة اللي طاحت على رؤوسنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين أنتم ما قدرتوا تطلعونه بكفالة؟ ما قدرنا، لأن الله يصلحه يوم صدم الرجال انحاش. زين إن الشرطة ممسكوك أنت بعد، أنت ناسي إن السيارة باسمك؟ امسكه ولدي، وش يبون بغيره بعد؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله بيطلع، هذا شيء مقدر من رب العالمين. عساك علمتهم يحطونه في سجن الصغار، لا يحطونه في سجن الكبار مع ذا المجرمين. مو على كيفنا يا خالة، بس أنا قبل لا أطلع من القسم تطمنت عليه. طمنت عليه؟ طمنت عليه ولدي مسجون؟ تخيل، وش دلعتي؟ أنا بنفسي شفت خالد يحاول 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 يطلع من الشرطة وما قدر. الله يخلف عليك يا ولدي، بس خلاص يا جهير هدي، ترى كلكم اللي فيكم كافيكم. والحين وراك انت ساكت ورا ما تحكي؟ الحين انت ابو كل وزاره ولك معارف، كلمهم خلهم يطلعونها بكفاله. وكل وزاره يعني؟ وكل وزاره نازل من السماء يعني يطلع ويدخل اللي يبي؟ والله العظيم، والله العظيم ودي اصير بداله. هل مش كذا ولد اخوي؟ وش بلاك انت؟ هذه قدره ربي، وش اسوي؟ ما قصرت ما قصرت. المهم الحين ايش يبي يصير عليه؟ ابي يقعد بالسجن المتى؟ إحنا الحين قاعدين نتواصل مع أهل المصدوم، أخوه موجود هنا، لعلهم يتنازلون لو بديه، وإذا رحنا إن شاء الله للمحكمة نتنازل على طول مرة واحدة. أجل شوف يا خالد، إذا المسألة مسألة دية، رقبتي سدادها، بدفعها كلها كاملة مكملة. كفو ما قصرت. وبعد بيحاكمونا؟ هماك تقول الرجال إنه ضعيف ومساكين وذا قطع عليه الشارع؟ يا خالة الموضوع فيه حكم وشرع، ولازم يصدر حكم من قاضي المحكمة. والله مفروض يحكمون اللي تسبب عليه وطقه وخلاه يطلع من البيت زعلان لصار الحادث. الحين أنت ورا ما تعضين على شحمة وتنثبرين